عليكم، شكراكم على مساليكم. كنتمنى اموركم كلها تكون بخير وعلى خير نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. قبل ما نبدا نصلوا على نبينا كالعاده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عليه الصلاه والسلام. اخيرا احمد رجع. رجوع مؤقت ولكن رجوع مفرح. اسمحوا لي بزاف، حتى الهام تسمح لي بزاف بصراحه. يعني قريت واحد كومنت، في واحده سالت قالت ايه هو المعسكر ده؟ طبعا انتم ما عندكوش كلمه المعسكر، انتم عندكم التربص. انا في تربص تبع المنتخب الوطني، معسكر تدريب. معسكر تدريبي لخد منافسات البطوله الافريقيه. للاسف الشديد المنتخب المغربي مش هيشارك فيها، وكنا نتمنى ان هو يشارك فيها علشان نهزمه. فين عم مركم هزمت المغرب من الفرق اللي دائما كتربح، سواء هي سواء الجزائر، والفريق المصري كيجي دائما تقريبا الثالث ياك بنيجي. احنا بقالنا اكتر من 5 سنوات بنحصل على المرتبه الثالثه للاسف الشديد، لان اللعبه مكلفه بزاف واشياء كتيره ممكن اشرحها لكم في فيديو كامل. ولكن في الكونجي الهم ما بتضيعوش بسهوله، يعني المفروض ده يجي نعس وبتاع والكلام ده. ياك ما نعستيش، راه جا والبارح يعني راه ارتاح وتهليت فيه. واليوم عاد سميتو وقف، بالرغم ان احنا كنا دايرين اننا سميتو نخرجوا ولكن ما خرجناش. بصراحه انا اللي عجزت اللي انا اخرج، ما اعرفش كيجي لي النعاس في الليل، والجسم ديالي طبعا من الارهاق كيتعبني بزاف. ولكن يعني هي تسمح لي بجد، هي فتره وهتدوز ان شاء الله. خلاص البطوله الجمعه الجايه زي النهارده هنكون راكبين الطياره ومسافرين الى اثيوبيا. ما غاديش يديني معاه، بحس الشنطه صغيره يعني مش قادر احطها في الشنطه. بس بتمنى ان انتوا تكونوا بخير، بتمنى ان انتوا تكونوا بداتوا عام جديد 2022 بكل حب وبكل سلام وبكل مسامحه. الهام النهارده اتوضى بعشاء كان نفسي فيه وفاجئتني بيه، الكفته المصري. عشاء بسيط خفيف ظريف، كفتة الرز المصري. هانتوما راه ديجا شاركتها معاكم، اغلبيه هنايا كيديروها او كيجيبوها جاهزه. هذه الكفته كيسموها على الكفته، كيكون فيها الرز واللحم المفروم والربيع، يعني المعدنوس قزبر وقيلا حتى الشبت. طب سؤال محرج جدا جدا، يا ترى بتستخدم اللحم الضاني ولا اللحم البقري ولا الجاموسي؟ انا كتجيني جاهزه، ما عرفتش، ما عمرني مشيت للجزار قلت ليه قالها لي، كتجيني هكا ما عرفتش. هي بيبقى لحم جاموسي في مصر بيعملوها كده، ولكن انا بفضل اللحم الضاني اللي هو لحم الخرفان. هتيجي حلوه وهتيجي هشه وجميله وطعمها بنينة. يعني انا بتمنى ان المغاربه يجربوها، سهله سهله مهله، وليني خصهم داكشي بمقادير، خص اللحم المفروم يكون بمقدار والرز بمقدار باش تجي هكا ما تجيش زعما تجي شاده راسها. وكمان ممكن تتعمل، لان طبعا المغاربه مؤلفين بياكلوا بالخبز، ممكن تتعمل في الطاجين، ولكن يعني ما كنظنش تجي في الطاجين. لا تعمل ايه المطيشه والمطيشه تستوي، غير تحطيها 1-5 دقائق بعد ما تحمريها في الزيت تجي لك واعره، يعني فكره. ممكن صينيه، يعني انا بخربك ولكن اسمحوا لي. المهم كيف ما قلت لكم، هذه الكفته ديال الرز كيسمها كفته الرز. كنديروها هكا على شكل هذا الشكل هذا، وكيف ما قلت لكم ديجا شاركتها معكم. ومن بعد كنقليوها. ممكن كاين ناس كياكلوها مقليه، وكاين ناس كيديروها في الصلصه ومع وكياكلوها مع الرز. تعملي فيها البطاطا مكعبات. وكاين اللي كيزيدوا على، المهم نتوما دابا غادي تشوفوها معايا، ما غاديش نوريها لكم بالتفاصيل. حتى الا بغيتوا نقدر نشوف الطريقه ديالها من ازر، من اللي كتكون لحمه وكتكون رز وكتكون خضر، باش الا بغيتوها ديك الساعات نشاركها معكم. لانه دابا الا شاركتها معكم ما غاديش تستافدوا، لان هذه ما كاينش جاهزه في المغرب. ما هي مش جاهزه، هي كلها مكونات. بحال الطعميه لما مشيت للمغرب ودرتها اليوم هناك في البيت، كل حاجه كاينه، الفول كاين، الخضره كاينه، اللي بغى يديرها كاين زعما ممكن. ودرتها وعجبوهم جدا جدا جدا، يديروها في الخبز. واو. المهم ها هي كيف ما كتشوفوا درتها على الشكل هذا، ودابا غادي نقليوها. ما عرفتش واش احمد يقليها ولا نحضر لاصوص
ولا العكس؟ لا انا ليه هنا انا هقف قدام الزيت، لان الهام شويه الزيت بيسد الشهيه ديالها. يلا كان نتعاون معاها. اللي ما فيك اللي وقف سيد. لا 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 هو قال لك انا اللي موقفه، انا اللي موقفك. لا لا انا غير بصراحه وقفت ادير ليها الخاطر، وكان اتعامل معاها وديما يعني الواحد مش عارف، اللهم صل على النبي، يعني اللحظات اللي الواحد بيجيها انا مسميها لحظات، مش اليومين اللي الواحد بيجيها لازم يتهلى فيها بصراحه، لان بتكون وحيدها وبتبقى فيها بزاف والهام حساسه وطريفه ودرويشه وسعادتها سعادتها بالفانز ديالها قاعدين يشكروا فيها. شفت انا الفيديو الاخير؟ فكرني. ما كنتش علق على الزيت باش نهضر معاها. ما كنتش انا مع الهام في الفيديوهين الاخرانيين، فيديو النقاش على تقريبا الزواج العرفي او السيده اللي ما بتقدرش تقدر تعمل الاوراق وبتسهل على الراجل. شوفوا يا جماعه انا هقول كلمتين غادي ينوضوا لك. لا خليهم ينوضوا، خليهم ينوضوا. الى جميع العرب، باقي انا اللي هضرت ثانيه. الى جميع العرب، الراجل اللي ما يمشيش للست في اخر الدنيا ويهزها معززه مكرمه من دارها ووسط اهلها ووسط جيرانها ما يستاهلهاش، مش حب هذا. اكيد يقول لك عندهم ظروف. ما فيش ظروف، انتظري نصيبك، انتظري ربنا كاتب لك ايه. انت بتعرفي هنا الراجل، انت بتستأمنيه على حياتك وعلى كل حاجه، على كل شيء، محدش يعرف بكره فيه ايه. المهم احمد فكرني، بغيت نقول لكم شكرا بزاف 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 على الدعم ديالكم وعلى الكلمات الزوينه ديالكم صراحه، على قد ماشي على قد، عرفتي دوك الكلمات الجارحه ودوك التعليقات اللي كانت خايبه، انتم جيتوا في تعاليق كنقلب غير على شي حاجه اللي تخسر الخاطر ما لقيتهاش، انتم رديتوا ليا يعني جبرتوا بخاطري كلمه طيبه اضعاف مضاعفه من داك الكلام الجارح اللي كان وصلني. لا وانا ممكن اقول حاجه تانية، انتم مش بتدعموا الهام كشخصها، انتوا بتاكدوا بتدعموا الموضوع. فكره. اجوا 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 شوفوا. مش هتوريهم يا فلا؟ المهم كيف ما قلت لكم شكرا، شكرا بزاف على الدعم ديالكم وعلى الكلمات الزوينه. نسيتوني كاع داك الكلام الخايب الجارح اللي وصلني، والله العظيم الا بين راه دابا تقريبا شي 500 تعليق ومازال دابا ما كملتهمش كاملين، ما لقيت حتى شي تعليق اللي ضرني بخاطري ولا غير شي حاجه اللي ما تعجبش. كل تعليق كلها تبارك الله كانت زوينه، ما عمرني انا كان عندي شي فيديو بهذا الجماليه هذا بهذه، بالرغم من ان الفيديو كان بسيط، غير شاركت معكم واحد الكيكه بسيطه وجلست فضفضت معكم ولقيت منكم كل الحب اللي خطاكم عليا. الله يجازيكم بخير، راه جبر الخواطر والكلمه الطيبه راه صدقه وشي حاجه كبيره عند الله. المهم انا غادي نطحن مطيشه واحمد راه كي يقلي الكفته. يا حلاوه الكفته يا حلاوه. صلى على رسول الله عليه الصلاه. يا جماله يا جماله. احمد كتعجبو هكا، يا تكتك يا حركاتك يا شيف بيبو. دابا يبقى ينقب منها حتى ما يخليهاش. ايوه انا بقول لها دايما ما تدخلينيش في الكوزينه وانت بتوضبي الاكل، لان انا بصراحه باكل والهم بتتجنن لما بعمل هكا. بسم الله. كيبان لون ديالها غامق ولكن غير مع الضوء ما حرقهاش، هاي شتو راه حادك. ميدو. المهم بغيت نعاود لكم على الليله المرعبه اللي دازت عليا. الهام خلعتني. ما خلعتكش. الهام خليت لي رساله، هي طبعا مش في الصحه. بلاتي ما تحرقش لي المراحل. اوكي. طب تدوق انا ذقت. انت لا لا ما قادراش انا دابا. غير انا اصلا دابا غادي نحل. غير شويه. شوف بتحشمني انا. غير شويه. والله ما قادره. غير شويه. شبعانه. انا خليتها تدوق عشان اخد بيتها. عارفه سخونه.
المهم احمد قطعني نكمل لكم ليله زعما ما عمرني غادي ننساها. المهم كنت هذا اصلا من مساوئ ديال الواحد يسهر. الانسان اللي يسهر في الليل تجي اي حاجه. اللهم الواحد ينعس بكري ما يحس حتى شي حاجه. المهم كنت سهرانه اختكم اصلا هذه من بين الحوايج الخايبه اللي اكتسبتهم وانا هنايا هي الصغير. كنسهر بزاف كنحاول انني نقاد النعاس ديالي والو. وبزاف ديال المغربيات اللي جاوا لمصر حتى هما سبحان الله ولاو كيسهروا. المهم ما علينا ماشي قضيه. المهم كنت سهرانه كالسه كنتفرج وكنكونيكتي. درت ديك السبعه ثلاثه وسبعه ديال الدقائق. وال كنت جالسه انايا جالسه على الناموسيه جالسه وديك الناموسيه دارت ها تحركات مشات وجات بيا. كنهز راسي للطريه كنلقاها كتحرك ماشي شي شويه بجهد. واحد البورتكلي معلقاه في الباب في العالم ديال المغرب حتى هو غادي محرك. واخا داك بقيت انا مصدومه كنشوف الطريه شويه كنشوف البورتكلي شويه كنشوف الطريه كنتسناهم يحبسوا. بقى ديك الهزه كانت قويه لدرجه ان الطريه كيف ما قلت لكم ما حبساتش. اختكم اقسم بالله الا قلبات تهز صافي حسيت ان قلبي غادي يخرج من بلاصتو من الخلعه. دخلت الواتساب ونلقى واحد الجروب مع البنات اللي كاين هنايا في مصر. واحد الصديقه كتبت لي واش حسيتو بالزلزال. فكنت انا من الاوائل اللي قلت لها اه. من بعد دخلت الفيسبوك لقيت الفيسبوك كلهم كلوب زلزال 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 زلزال. بصراحه دابا راه كنضحك ولاني كون عاودت لكم هذا الشيء داك النهار او ثاني يوم كنت غادي نعاود لكم وانا منهاره بالكم كثرت الخلع. بصراحه عشت ليله ما يمكنش انني ننساها. واخا ماشي هذه اول مره كنحس بالزلزال هنايا ولكن هذه المره حسيت به. كان مجهد ومعا كنت بوحدي ثلاثة ديال الصباح وانا بوحديتي واحمد ما كاينش. فالطبيعه انني غادي نتخلع. ديك المره فاش كنت حسيت به قبل كانت بالنهار كانت مع ديك الجوج ديال النهار ولاني هذه المره حسيت به بالليل ومع الثقيل داك دار الصوت زاد الصوت وحسيت بحال شي حاجه تحركت في الدار. فبصراحه كان احساس خايب. المهم دخلت الواتساب وخليت لاحمد ميساج قلت ليه غير تفيق هضر معايا راه لا اول حاجه قلت ليه ناعس وسعداتك صح ياك. قلت ليه وسعداتك. قلت ليه ملي تفيق اتصل بيا راه ما غاديش نعس انايا كاع النهار. وفعلا دخلت اصلا ما قدرتش نوض كاع من البلاصه من داك البيت اللي كنجلس فيه قدام التلفازه. ما قدرتش نوض ما قدرتش نتحرك. فاش بغيت نوض نمشي للبيت الاخر اختكم كتحرك في الدار بحال الا جاتني واحد الهيبه جاني واحد الخوف في الشكل. قلت ليه الا ملي تفيق اتصل بيا وانا عارفه احمد كيفيق مع الفجر كيصلي ومن بعد كينزل كي للتدريب ديالهم. فغير فاق هو يتصل بيا. كيفاش لقيتي؟ والله تخلعت لما ولكن هي كتبت لي كلمه الزلزال في المساج. يعني شويه قلبي اطمئن فقلت عادي يعني احنا ما بيجيلناش الزلزال. ما جاش غير في 97 الزلزال كان قوي ووقع بيوت وبتاع. ولكن كل مره بيجي زلزال كده الكره الارضيه 92 بيجي واحد كده بيحب يشوط الكره الارضيه ف لا ولكن راه اكثر ولكن بحس الشهر اللي فات كان داز والناس حسوا بيه. عاوتاني ديك مع 7 ديال الصباح ساعات كنت ناعسه. فكاين كاين كيضرب مره الزلزال هنايا ماشي زلزال هذيك كتسمى غير هزه ارضيه. ولكن بحس الها معاده لوحدها فطبيعي طبعا تتخلع وتخاف وما حدش يطمنها. فطبعا اول ما صحيت قبل ما اصلي وقبل ما اعمل اي حاجه قمت من النعاس اتصلت بيها خير وبتاع بطمن عليها. فقالت الزلزال والنجفه بترقص وبتاع والكلام دوت. قلت لها النجفه بترقص. قلت لي ضروري خصك تجي. قلت لها النجفه بترقص وانت بتطبل لها. صراحه ما نكذبش عليكم انا يا راه مازال دابا كنحس ملي كنكون جالسه كنحس انني السرير كيتحرك
وكل مره كندير كنضرب راسي للسقف كنشوف واش كتحرك الدريه. وديجا اصلا عندي فوبيا، ما عرفت دائما كنقول احمد ملي كنجي نعس دائما كنتخيل ان السقف غادي يطيح عليا، هذه من غير زلزال من غير حتى شي حاجه دائما كنقولها ليه. وملي كت وديما كنقول واش انت اللي حركتي هذه، واش انت اللي حركتي هذه، يعني انا من غير اي حاجه متلسه من هذه القضيه زعما، غير الله يلطف بينا ويحفظنا كاملين صراحه. كان زعما ليلى قاسيه عليا، والحمد لله اللي دازت بسلام، الله يلطف بينا ليلى وقيس. هانتوما ما هي خليناها دابا غادي نوجد لاصوص ونديرها فيها. النهارده يا جماعه ماتش، انا كنت همشي النهارده ولكن الهام قالت لي حشومه عليك اقعد معايا شجع المغرب، قلت لها احسن يكون وشي وحش ولا حاجه والمغرب تتغلب، قالت لي لا لا لا. النهارده بتمنى لكم مباراه واعره تفوزوا. واعره صعيبه زعما، باغي لنا مباراه صعيبه. المباراه الصعيبه تكون زوينه. والصراحة كنت باغا نوجد العشاء قبل ما يبدا الماتش باش نمشي نتفرج. شحال الساعة؟ وليني وصلت 6 دابا وجبت بث مباشر. بجد؟ طيب يا جماعة أنا هولي إلهام معاك ربنا. ياك هذا الماتش ديالنا ولا ديالكم؟ ولكن أنا ما بعرفش أتفرج على ماتش غير لما بكون مازال ما بداش مازال. راه قلت لكم غادي يدخل الكوزينه غادي يكملها هاد كلها هكا بلا ما ندير العشاء، ديرها ساندويتش ما نقدرش اقاوم. المهم هنا غادي نشارك معكم طريقه من الطرق اللي كيحضروا بها المصريين الرز. كيف ما كتعرفوا هما كيعتمدوا عليه في الوجبات ديالهم، فكيحضروه بطرق متعدده وهذه وحده من الطرق. المهم كناخذ واحد الطنجره وكندير فيها شويه ديال الزيت وشويه ديال الزبده، ممكن ديروا غير الزبده بوحديتها. هما هنايا غالبا كيديروا السمنه اللي هي كياخذوا الزبده وكيذوبوها حتى ما كيبقاش فيها السوائل، كتولي غير دهون وعاد كيبداو يطيبوا بها. انا ما كنديرش الصراحه ديك الطريقه، كنستخدم الزبده مباشره بالحليب ديالها. ومن بعد كناخذ تقريبا الربع ديال الكميه ديال الرز. هنايا راني كنوريكم الحبه ديال الرز المصري كيفاش كتكون. المهم كيف ما قلت لكم غادي نزيد ربع الكميه ديال الرز على داك الزبده اللي ذوبنا. انايا راه دازت ليا يدي ودرت اكثر من ربع تقريبا نص ديال الرز، ولكن ماشي مشكل. المهم كنخليوه فوق النار ودائما مع التحريك حتى كياخذ لينا واحد اللون ذهبي. ومن بعد كنزيد الكميه ديال الرز اللي بقات ليا وكنزيد شويه ديال الملحه وكنخلط الرز مزيان حتى كيتلبس بالزبده. من بعد كنزيد ليه الماء. هو في الاول كنت كنسخن الماء او كنديرو كنزيد الماء طايب. واحد المره شافتني لوستي قالت لي علاش كديري الماء طايب، ديري مباشره الماء من الروبيني عادي راه حتى هو كيجي مزيان. وداك الشيء اللي وليت كندير بالنسبه للكميه ديال الماء، كندير الماء حتى كيتغطى ليا الرز غير واحد شويه مقدار ديال جوج ديال الصبعان. من بعد كنخليه حتى كيغلي مزيان وكنقلل النار على اقل حاجه وكنغطي الطنجره وكنخليه يطيب على اقل من مهله. وملي كيتشرب داك الماء كنذوقو كنتاكد انه طاب وصافي كنطفي عليه. هذا الرز هذا كيسميوه رز حبه وحبه. Thank you.
كيف ما كتشوفوا ها نتوما، ها هي ديك الكفته او كفته الرز. مش هذا الاصبر يا جدعان، راك جوع من الجعوه. اسمحوا لي اسمحوا لي، يعني كان نفسي دي وتذوق الكفته بالرز بنفس الهام. الصراحه كان والله ما بجامل، اقسم بالله الطبق دوت انا جنب الرز مسخن رغيف، وطبعا زيتون الهام عاملاه مخلله، مش عارف مخبيه مني ولا هتطلع لي، هلتهمه لو هتشوفه هتشوفه. الحلتين دول هيسالوا، الثلاث تفاصيل دول هيسالوا. صراحة كتجي زوينة هاد الكفتة ديال الرز، هي من بين الأكلات اللي في الأول ما عجبونيش، وكلي دقت مرة الأولى والثانية ومن بعد وليت كنديرها ولات كتعجبني. فالبنات اللي كاينين في مصر وذاقوها في أول مرة وما عجبتهمش يحاولوا يذوقوها ثاني ويعيدوها، ان شاء الله غادي ترجع تعجبهم بحالي. كيف ما بدينا معكم الفيديو في الكوزينه، غادي نهيو معكم في الكوزينه، غادي نمشيو نتعشاو وانتم تهلاو ليا في ريوشكم، ما تنساونيش من لي جيم. يومنا في الكوزينه. ودعواتكم ليا حتى احمد غادي يمشي. ومبروك للمغرب. ومبروك للمغرب. وتهلاو في ريوشكم، ما تنساونيش من لي جيم. كومنتات بقى ليا انا بقى المره دي. يلا السلام عليكم.